J'arrive. صباح النور فاتن، صباح النور ملاك حسام. مرحبا بالناس اللي تبع فينا كالعادة في نشرتنا الجوية الصباحية. نعرفوا برشا ناس تسأل على الوضعية الجوية خاصة في نهاية الأسبوع، وهذا ممكن أكثر سؤال يتسأل بداية من نهار الخميس. نعرفوا البارح الطقس كان مغيم شوية، درجات الحرارة ارتفعت نسبيا خاصة مع هبوب الرياح الجنوبية، ونتوقعوا حتى توصل تأثيراتها بالنسبة للساعات القادمة، وممكن نتناولوا أكثر التفاصيل من خلال الخرائط اللي باش تشوفوها ورايا. تقريبا اليوم نتوقعوا توصل هبوب الرياح اللي باش تكون ان شاء الله من القطاع الجنوبي، وهذا يرجع بالاساس الى تشكل مرتفع للضغط الجوي على ليبيا. نعرفوا كما حكينا ممكن في العديد من المداخلات اللي الرياح تكون في اتجاهها قرب الساعه فيما يخص المرتفعات الهوائيه، ذلك علاش باش نعيشوا هبوب الرياح من القطاع الجنوبي. تقريبا الرياح هذه تتميز بحركيه عاليه خاصه قرب السواحل وبالجنوب، نتوقعوا ظهور دواوير رمليه محليه، شيء ممكن في تراجع مدى الرؤيه الافقيه، واليقظه تبقى مطلوبه خاصه بالنسبة لمستعملي الطريق. الخصائص ممكن اللي تتمتع بها الكتل الهوائية هي الرطوبة العالية على مستوى الطبقات العليا الغلاف الجوي، ذلك على الطقس باش يكون مغيم جزئيا في أغلب مناطق البلاد. واليوم نتوقع صعود درجة الحرارة تقريبا المستوى 26 في تونس العاصمة، نتوقع 25 في جهة وطن القبلي في أقصى الشمال في بنزرت، نتوقع 25 حتى في باجة، 26 بالنسبة لزغوان سليان الكاف، وأيضا في جندوبة في مناطق الوسط توصل الحرارة القصوى المستوى 30 درجة في القيروان، نتوقع 27 في سوسة في المنستير، 26 بالنسبة للمهدية في صفاقس، 28 في سيدي بوزيد، أقل بالقصرين في حدود 24 درجة، والارتفاع ده يكون ملموس أكثر خاصة في مناطق الجنوب. نتوقع اليوم 30 بالنسبة لجابس، 29 بقفصة، 32 بتوزر، 31 بقبلي بتطاوين، و32 درجة بالنسبة للمدنين. ولكن هذا ما يمنعش اللي إن شاء الله باش نعيشوا مجموعة من التغييرات بداية من يوم الغد وحتى وصولا لنهاية الأسبوع، واللي هي حاجات واللي هي معطيات يأكدها لنا ممكن الصور اللي باش تجي من ورايا فيما يخص تطور الوضع الجوي خلال الفترات الجايه. تقريبا نهار الجمعه نتوقع نزول بعض الامطار اخر النهار بالنسبه للمناطق الغربيه، كما تلاحظوا ان شاء الله الرياح باش تتنقل اخر النهار باش تكون من القطاع الشمالي، هي ان شاء الله باش تساهم في تراجع درجه الحراره بالنسبه للشمال المرتفعات. ببقيه مناطق الجهات نتوقع توصل ظهور سحب المرتفعه حركيه عاليه، ما زالت ميز الغلاف الجوي قرب السواحل بمناطق الجنوب، ما زالت وضعيه الجويه ملائمه لظهور دوير رملية محلية واليقظة مطلوبة خاصة بالنسبة لحركة الملاحة البحرية. البحر يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب بكافة المجالات البحرية بالنسبة لنهار الجمعة. نهاية الأسبوع الحاجة الباهية هي نزول الغيث النافع إن شاء الله في الشمال في الوسط وبمناطق الجنوب باش نعيش وتراجع درجات الحرارة مع توصل تدفق الكتل الهوائية الشمالية. البحر يكون هائج بالشمال وشديد الاضطراب إلى مضطرب بالسواحل الشرقية، ومؤشرات الأمطار تبقى متواصلة بالنسبة لمناطق الشمال والوسط نهار حد، ونتوقع تقريبا هو برياح بالقطاع الجنوبي استقرار فيما يخص درجات الحراره مقارنه بنهار السبت نهار الاحد. وايضا نتوقع باش توصل الرياح المستوى 60 كم في الساعه في مناطق الجنوب ومحليا الوسط، وممكن شعار الوضع الجوي بالنسبه لنهايه هذا الاسبوع هو امطار مارس اذهب خالص، ربي يرحمنا بالغيث النافع وان شاء الله زين.